أنا حمزة العواملة، مبادرة أبناء السلط. أطلقنا مبادرة الخير فينا لتدفئة أهالينا. المبادرة هاي انطلقت بسبب الأحوال الجوية السائدة، كونه المنخفض اقترب من المملكة، فحبينا أنه يكون هاي المبادرة تكون يعني هادف إن شاء الله. وإحنا بدينا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وهاي المرحلة الثالثة إن شاء الله. كل مرحلة كان لها عدد معين، انطلقنا 170، بالإضافة بعدين صار في يعني متبرعين زيادة حبوا المبادرة، زاد العدد ل 260 تقريبا المرحلة الثانية، والحمد لله هاي المرحلة الثالثة يعني إن شاء الله كمان صار إقبال بزيادة من متبرعين، وحتى يعني في عدد أنه في ناس بحاجة عدد كبير، لكن إن شاء الله إحنا نقدر نغطي أكبر عدد ممكن بعون الله. إحنا بدينا من قصبة السلط، من أحياء السلط البسيطة، وتوسعت الأمور للقرى، وصلنا لعلان، لزي، لدير علا، لصبيحي، عيرة ويرقى، وصلنا لبعض مناطق بالماحص، نزلنا على عين الباشا، البقعة، يعني الحمد لله صح العدد مش هذاك العدد الكبير، لكن وصلنا ل خلينا نقول أكثر من حي وأكثر من منطقة من ضمن المحافظة. وصلنا عدد تقريبا ما يقارب فوق 500 أسرة من الأسر العفيفة. الفزعة هاي انطلقت من السلط وإن شاء الله تصل للمحافظات الثانية، ومناشد إخواننا الشباب المتطوعين تعم على كافة المملكة.